بسم الله الرحمن الرحيم نحن رياض ومدارس الوطن العربي درس اليوم عن الجمل المفتوحه في عمليه الطرح للصف الاول الجمل المفتوحه تعني اننا يوجد لدينا رقم ناقص من المساله ويجب علينا معرفه ما هو هذا الرقم الناقص ونضعه في الفراغ نتذكر ان عمليه الطرح كيف ننقص العدد الصغير من العدد الكبير الذي سنسميه العدد الاب، دائما يأتي العدد الاب اولا وننقص منه العدد الثاني، اما اذا لم نجد العدد الثاني ونجد فراغ مكانه او مربع فارغ، فاننا نقوم بعمل جسر من العدد الصغير الى العدد الكبير اللي سميناه العدد الاب، سنأخذ مثال عادي كما تعودنا ثم نحل المسألة. إذا كان المشك... إذا كان عندنا مشكلة أنه يوجد لدينا مربع فارغ هنا ستة وثلاثون ناقص عشرة يساوي مربع فارغ نقوم بعمل جسر من الأحد الأحد مع الأحد ستة ناقص صفر يساوي نضع الجواب في الأحد ستة وأربعة ناقص واحد يساوي ثلاث نضع الجواب في العشرات الآن السؤال إذا كان مكان العدد الثاني كان يوجد عندي مربع فارغ يوجد عندي مربع فارغ ستة وأربعون ناقص مربع فارغ يساوي ستة وثلاثون، نضع جسر من العدد الصغير إلى العدد الكبير، ثم نبدأ بالعد ستة وثلاثون نحكي سبعة وثلاثون ثمانية وثلاثون تسعة وثلاثون أربعون. واحد وأربعون اثنان وأربعون ثلاثة وأربعون أربعة وأربعون خمسة وأربعون ستة وأربعون إذا كم شحطة عندي هون واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذا الجواب بالفراغ لازم نحطه عشرة ناخذ مثال تاني ثلاثة وعشرون ناقص مربع فارغ ويساوي تسعة عشر زي ما حكينا في المثال القبله بنعمل بنوصل من التسعة عشر إلى ثلاثة وعشرون من العدد الصغير إلى العدد الكبير طيب الآن بدنا نعد من تسعة عشر إلى ثلاثة وعشرون نحكي تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون إذا كم شحطة عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة أربع شحطات إذا يعني الجواب لازم يكون في الجواب في الفراغ أربعة نيجي على سؤال آخر ثلاثة وثلاثون ناقص مربع فارغ ويساوي أربعة وعشرون زي ما حكينا بنحط جسر من عند الأربعة وعشرين للعند الثلاثة وثلاثون الآن الآن بدنا نعد أربعة وعشرين خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنان وثلاثون ثلاثة وثلاثون طيب يا بطال خلينا نعد نشوف كيف بدنا نحط بالفراغ نعد واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة شحطات اذا بحط بالفراغ تسعة لا تنسوا حل الواجبات يا